السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة فيديو خفيف كده ومشكلة بسيطة جدا في ايفون 7 بلس. العميل جايب التليفون بيقول لي ان التليفون طفى لوحده ومش عايز يشتغل. طفى لوحده ومش عايز يشتغل، دي يعني ممكن تكون أكتر من حاجة. ممكن تكون شورت سيركت تليفون، ممكن تكون إن التليفون فيه مشكلة في الشحن إنه ما بيشحنش، ممكن تكون كذا حاجة. فأنا فتحت التليفون، بصيت عليه كده لقيت التليفون نظيف أول مرة اتفتح، فجربته على الباور سبلاي لقيت التليفون اشتغل وعمل أبل لوجو وبيطفي. فمن هنا يعني أنا دايما بشك في كابلات الباور سبلاي في إنها تكون قادرة على إنها تشغل التليفون بشكل طبيعي، وبالذات لما يكون في عيب أو في مشكلة. فما بعتمدش على الباور سبلاي، شحنت البطارية شوية ولقيت إن التليفون ابتدى يجيب علامة البطارية. لما أضغط على زر الباور ابتدى يجيب علامة البطارية، دي إشارة حيوية إن التليفون شغال. لكن التليفون فيه مشكلة في الشحن، وعرفت الكلام ده وتأكدت منه بسبب التول اللي أنا هعرضها عليكم دلوقتي دي. بعتبرها أداة مهمة جدا 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 في علاج عيوب الشحن، ولازم تكون عند كل فني، ألا وهي التول. التول دير قطعة اليو اس بي دي بنوصل فيها زي ما انتم شايفين الكابلات كده، وبنوصلها في الشاحن. أهو أنا هوصلها في الشاحن، هنلاقي إنها عطياني هنا فوق قراءة الفولت، فولت اللي طالع من الشاحن 5.36. لو أنا وصلت الكابل بتاع اليو اس بي، شايفين الأصفار اللي تحت دي يا شباب؟ الأصفار اللي تحت دي ده سحب الأمبير، إن الجهاز ساحب امبير قد ايه. لو وصلت دلوقتي الشاحن بالتليفون، لو انا الشاشة مكسورة، لو التليفون مش شغال، لو اي حاجة مخلياني انا مش شايف اذا التليفون بيشحن ولا لا، انا عن طريق القطعة دي اقدر اعرف ان التليفون بيشحن ولا لا عن طريق الاصفار اللي تحت دي، بتبتدي تديني 1 امبير، 2 امبير، 1.5 امبير، على حسب بقى جودة الكابل وعلى حسب جودة الشاحن. فأنا دلوقتي ركبت الشاحن، أعطيني 0 امبير، مفيش شحن، والتليفون نفسه مفيش أي علامة إن هو بيشحن. الغريب بقى في الموضوع كمان، والحاجة الحلوة اللي في الموضوع، إن أنا لما بحط الكابل بتيجي علامة البطارية أهي. علامة البطارية بدون الكابل اللي طالع من هنا ده معناها إن التليفون بيشحن. لما يطلع لك علامة البطارية وفي كابل هنا، هو بيقول لك وصل التليفون بالشاحن. إنما علامة البطارية دي لما تطلع على الشاشة اللي هي دي، أو شوفوا شوفوا دي، شايفين علامة الكابل دي بيقول لك وصل الشاحن. إنما لما أنا أوصل الشاحن وتطلع لي العلامة دي، علامة البطارية بس، دي معناها إن التليفون بيشحن. طيب تعالوا نشوف هنا، لسه زيرو، التليفون مش بيشحن، والعطل ده 99% عطل أي سي يو اس بي اللي هو التراي ستار أو اليو 2 زي ما الناس بتقول.
عيب سهل جدا اكتشافه عن طريق التول دي، والتول دي رخيصة جدا، ثمنها 10 أو 11 دولار على موقع amazon.com. هتلاقوا الرابط بتاعها تحت في الديسكريبشن، اسمها amp meter اللي هي يعني بتقيس الامبير او سحب التليفون. لو انا عندي تليفون بيسحب امبير قليل فانا كده عندي تسريب او استهلاك في الشحن، بقدر ان انا احدد الكلام ده عن طريق التول دي. جميع الادوات والمعدات المستخدمه في الفيديو ده سواء في التصوير او في الاصلاح هنلاقيها شباب تحت عنوان الفيديو في صندوق اللي هو صندوق وصف المحتوى، وكلمه شو مور هنضغط على شو مور هنلاقي رابط باي بال اللي حابب يتبرع على القناة، وهنلاقي المعدات اللي موجودة في ورشتي، وقصاد كل معدة لينك للشراء من موقع أمازون أو علي إكسبرس. طبعا يا شباب الموضوع ده ممكن يكون فلاتة الشحن هي كمان اللي عاملة المشكلة دي، لكن انا لازم اول حاجة في تليفون جايلك فيه عيب شحن، لازم اول حاجة تبدلها الحاجة السهلة اللي هي فلات الشحن. لازم تجرب فلات شحن تانية وتتأكد ان العيب مش من الفلاتة وان العيب من على اللوجيك بورد. طبعا انا قبل ما اصور الفيديو انا مش عامل حساب ان انا اصور الفيديو، بس انا قلت ان انا اعرض عليكم التول دي واضيفها وضيف الفيديو ده لقائمة الأدوات بتاعتي. أنا كنت جربت اوريدي فلاتة شحن وتأكدت إن العيب مش من الفلاتة وإن العيب من IC USB. هنشوف مع بعض إزاي بقى نغير IC USB في الـ 7 Plus. ICD USB يا شباب موقعه في البوردة اهو جنبي IC هات الصوت بتاع التليفون، وكذا حد قال لي ان هو حاول يغير ICD USB في ايفون 7 او 7 بلس وبعد كده حصلت معاه مشكلة في الصوت، ان الصوت بطل يشتغل. فدايما انا بقول لما تبقى شغال في حاجة وتحصل معاك مشكلة ارجع نفس المكان اللي انت كنت شغال فيه وحاول تشوف بوردة تانية او تشوف صورة البوردة توضح لك الشكل قبل الشغل اللي انت عملته. ممكن تلاقي مقاومة اتشالت منك وانت بتشيل، وخصوصا ان المكان زي ما انتم شايفين حساس والاي سي داخل تحت الشيلد، وفي ناس بتحاول تشيل الشيلد الحديد ده قبل ما تغير الاي سي عن طريق بنز او اي اداة، فطبعا ممكن تكسر اي سي من الاي سيات دي او تحرك اي مكون من مكانه. وانا يعني ما بحبش ان انا اعمل فيديوهات اتعملت كتير قبل كده، وخصوصا مع اي باي سي اس بي حاجه بسيطه جدا وسهله جدا واتعمل عليها مليون فيديو قبل كده. انا بس حبيت ان انا اعمل الفيديو ده علشان اوريكم تكنيك انك تشيل الاي سي ده وتركبه بدون ما تشيل الشيل، بدون ما تكسر اي حاجة، بدون ما تكسر الاي سي، بدون ما يحصل اي خسائر يعني. تمام؟ هشوف الاول الاي سي اتجاهه الكتابة اهي كده مظبوط. تمام؟ هبتدي بقى احط فلاكس. انا هشيل الاي سي زي ما قلت بدون ما اشيل الشيلد، والموضوع ده محتاج حذر جدا 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 لان في مكونات جوه انت لو حركت المكونات دي انت ممكن ما تاخدش بالك منها.
انا لقيت ال ال المات اللي هي الزرقاء دي بتبتدي تنتفخ من الحرارة، وطبعا حاطط حرارة قليلة شوية، عايز أأذي أي حاجة حوالين الـ IC، فقلت أحط البورد على الحامل علشان ما يحصلش الايسيات اللي تحت اي مشاكل بسبب ان المادة بيتحرك.
انا مش فاهم في ايه. الاي سي مش عايز يطلع، غريبة جدا. مش عارف هو عليه حماية ولا ايه، فانا مضطر ان انا اكشف الجزء ده علشان اشوف هو في ايه. الاي سيات كلها بتتحرك ما عدا هو، ممكن يكون عليه حماية. أنا سخنت فترة طويلة على البوردة، ومش شايف أي تأثير، وزي ما توقعت، زي ما توقعت إن الآي سي عليه حماية. يعني في حاجة صراحة نادرة، إن أنا أول مرة أشوف الـ ICLU2 في الـ 7 Plus عليه حماية. هو مش كامل عليه حماية، بس الجزء اللي فوق ده، الجزء ده أهو هو اللي عليه حماية. حماية بسيطة جدا يعني، بس هي اللي كانت تخليه الاي سي ماسك في مكانه ومش عايز يتحرك. والله لا، ما فيش حماية ولا حاجة يعني. خلوني بس أشيل الآي سي وبعد كده أقول لكم. بقى في حماية من تحت الاي سي يعني، وشفته يا نهار ابيض، انتوا ما شفتوش حاجة خالص. لا كان في حماية، حماية اهي كانت ماسكة الاي سي من تحت. انا بقول برضو مش طبيعي اللي حصل ده، انا كنت بستغرب جدا. عارف ليه كل لما اجي اعمل فيديو يحصل حاجة غريبة؟ الحمد لله ان مفيش اي بنات راحت، وانا لمست في صوت لمسة بسيطة كده غصب عني، فهبقى واخد بالي ان لو حصل معايا اي مشكلة في الصوت هرجع واشوف الاي سي ده. غريب بقى في الموضوع ان الحماية كانت من تحت الاي سي، وما كانتش باين، ما كانتش باينة من على الحروف يعني. انا اللي هنا ده انا شكيت ان هو كان فلاكس لانه طلع معايا بمنتهى السهولة، انما لا، تحت الاي سي اهو باين جدا الحماية. انا اول مرة يعني، انا ما غيرتش اي سي اليو اس بي ده
ل 7 بلس كتير، بس ده اول جهاز يجي لي الاقي عليه حماية. طبعا البوردة لازم تتحط في الالتراسونيك بعد ما اخلص عشان الفلاكس اللي اتحرق ده. اهم حاجة ان احنا ما خسرناش ولا رجل عشان الموضوع ما يزداد صعوبة. انا كنت بحاول ان انا اوريكم ازاي تشيل الاي سي من غير ما تقطعوا المكان ده، قطعنا المكان ده غصب عننا. يعني حاجة مش متوقعة الصراحة. خير خير. أساوي عقول بس كده. وبالكاميرا برضه بشيل باقي آثار الحماية، وأنا واخد بالي جدا إن الكاميرا متلمس حاجة أنا مش عايزها تلمسها، لأن المكثفات والفلاتر والحاجات الصغيرة دي سهل جدا القصدير بتاع المحطوط في الكاوية يلمسها من الناحيتين ويخليها تفك من مكانها وتطلع على طول في الكاوية وما تاخدش بالك. تمام، مش لازم نخلي الكرة على الأرض قوي يعني، بس إنها تبقى مش عالية وواطية يعني. انا شايف كده انها ممتازة الكاميرا، بس ممكن توريها لكم انها مش مظبوطة بس عشان انعكاس الضوء. انا حاليا ما عنديش الـ USB-IC اللي هو الـ 3P بتاع الـ 7، لكن الـ USB-IC الـ A3 بتاع الـ 5S بيشتغل على كل التليفونات، كل الايفونات. الـ A3 ده Universal IC اشتغل على كل التليفونات. طبعا مكان ضيق جدا. ناخد حذرنا ان احنا ما نلمس اي حاجة تانية. انا بس عايز اديله كده سخينة وكده خلاص هيرجع مكان الواحد. من بعيد كده الاول لحد ما الفلاكس ينشف علشان ما يعملش بابلز ويطير الاي سي، اهو الاي سي رجع مكانه. هعدل بس المكسر ده. تمام،
تمام. اخد بالي ان انا الهوا، بصوا يا شباب الهوا عكس الهارد ديسك، مش رايح على الهارد ديسك، الهوا عكس الهارد ديسك. سيبه بس يبرد سيكا وهنحط البوردة في الشاسي ونجرب التليفون. عارف نفسي افهم ايه الغرض من ان التليفون ابقى انا عايز اعمل فيديو عن حاجة معينة والتليفون ياخدني في اتجاه تاني، ولاقي نفسي غصب عني ان انا بعمل حاجة تانية خالص، زي ما انت شفتوا ان انا كنت عايز اعمل الفيديو علشان اوريكم ازاي تطلعوا الاي سي من التليفون بدون ما تشيلوا الحديد او تقطعوا الحديد. اضطريت اني بالغصب اشيل الحديد. طبعا بعد ما اخلص هشيك على الصوت علشان اعرف اذا حصل مشكلة ولا لا. لو حصل مشكلة هرجع تاني لل اي سي بتاع الصوت واعمله بس شبلانة، يعني ممكن يكون الرجول لمست في بعض. مهم جدا يا شباب انك تبقى عارف امتى توقف، يعني شفتوا انا لما بلاقي حاجة ان في حاجة مش مظبوطة، ان انا ببص كل شوية على درجة حرارة الهوت اير، درجة الحرارة مظبوطة والهوت اير شغال مش واقف، اللي بيحصل مش طبيعي، ان اللي بيحصل معايا مش طبيعي، لدرجة ان انا كذا مرة فكرت ان انا اوقف الفيديو وارجع اقول لا ما توقفش، حاول خلي الناس تشوف ايه اللي بيحصل علشان تعرف تتعامل ازاي لما تتحط في الموقف ده. مهم جدا تبقى عارف امتى توقف، يعني انا وانا شغال عشان اتأكد هزيت اي سي الصوت بالجفت كده لقيته بيتحرك، واي سي الصوت اي سي اكبر من اي سي الشحن، وانا عارف ان الاي سي يعني اذا الحته الحديد دي مش هتمنع الهواء ان هو يخش تحت او السخونه انها توصل تحت، اذا كان الاي سي الكبير اللي جنبه اتحرك ده مش هيتحرك. لقيت حاجه غريبه وبعدين ما قررتش ان انا اشيل الاي سي بالقوه غير لما اتاكدت ان الحاجات اللي جنبه اوريدي خلاص طايحه. مش هاجي اشيل الاي سي بالقوه وهو يكون لسه ماسك، او يكون الهوت اير مش شغال فيحصل بقى اللي احنا بنشوفه ده، البنات المخلوعه والكلام ده. هنقول بسم الله ماشي. بسم الله شوف في علامة البطارية، علامة البطارية والكابل موجودين اهم. طيب نجرب الكابل ده، انا عارف ان في طرف مش شغال وطرف شغال. تمام شحن. شايفين يا شباب؟ اه ساحب نص امبير،
ده ممكن يكون راجع لجودة الكابل اللي عندي، لأن خلاص الكابل استوى، وطبعا الشاحن مش أصلي. في تليفونات تشحن على 2 أمبير، ممكن يكون سوكت الشحن نفسه فيه مشكلة، لكن التليفون عطيني علامة إن هو بيشحن، يعني 0.61 ده كده بيشحن تمام. ساعات أنا بركب، يعني أنا لما أركب الآيفون بتاعي أنا 6S، ده تليفوني أنا، الكابل ده لازم يتغير. والله يا شباب، تليفوني أنا شخصيا عايز اي سي شحن، ومكسل ان انا اغير. شفتوا بقى الجمال، عشان ما حدش هيدفع فلوس، لما ما حدش يعني مش هدفع لنفسي فلوس علشان اغيره، فانا مكسل اني اغير الاي سي اليو اس بي في تليفوني. طبعا المشاكل دي بتحصل لان كلنا بنستخدم شواحن مش اصلية في البيت وفي العربية. ده بيشحن 095 اهو، هنشوف هيشحن على 7 بلس كام. زيرو ناين فايف، يعني 1 أمبير، يعني فعلا كان الكابل فيه مشكلة، كان لازم يتغير. شايفين 094، وعلامة البطارية، والتليفون بيشحن. شوية وهرجع لكم يكون التليفون اشتغل. رجعت لكم تاني بعد ما التليفون اشتغل وبيشحن. معلش عشان الصورة، التليفون اهو اشتغل وعلامة الشحن موجودة. اهو 2% وبيشحن، ومبين عندي ان هو ساحب 1 أمبير 0.99. طبعا لو الشاحن أصلي ولو الكابل أصلي هيسحب أكتر من كده. تمام، أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. آسف إن الفيديو كان رايح في اتجاه وبعد كده نقلنا لاتجاه تاني، لكن برضو كان فيه استفادة، على يعني على ما أتمنى. إن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.